على الود والخير، التقيكم احبتي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم الاسبوع الرياضي سامراء سبورت. اليوم عندنا متابعات مهمه جدا راح اتابعها سويه، لكن بعد فاصل قصير فلا تذهبوا بعيدا. اهلا بكم مره اخرى احبتي المشاهدين. اولى متابعاتنا لحلقه هذا اليوم هو انتخابات الهيئه الاداريه لنادي القوة الجويه التي اسفرت، اللي جرت ظهر هذا اليوم، واللي اسفرت عن فوز السيد انور حمامين رئيس الهيئه الاداريه للنادي، والحسن كريم نائب رئيس الهيئه الاداريه، وايضا عندنا وليد الزيدي فاز بأمانة سر النادي، وهيثم كاظم الأمين المالي، وعضوية كل من سمير كاظم وجاسم قاطع ودكتورة رشا طالب عضو الهيئة الإدارية. تمنياتنا بالتوفيق لكل الأسماء الجديدة اللي انضمت للهيئة الإدارية، ويا ربي أنه تستمر صولة الصقور في الدوري وفي أيضا المشاركات الخارجية. أيضا عندنا مشاركة المنتخب الوطني في المعسكر التدريبي، طبعا المنتخب الوطني بالكرة الشاطئية في المعسكر التدريبي اللي انتهى قبل يومين في بيروت. حقق منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية انتصارات كبيرة بعد خسارته في المباراة الأولى أمام منتخب لبنان، إلى أنه رجع وفاز بعد يومين بخمسة أهداف مقابل أربعة، وبعد قبل أنه يخلص المعسكر استطاع أنه يحقق فوز تاريخي على منتخب لبنان بخمسة أهداف دون رد. منتخبنا الوطني للشاطئية طبعا يقود المدرب الإيراني لأول مرة يقود منتخبنا الوطني للشاطئية مدرب أجنبي على هذا المستوى، وبذلك يكون منتخبنا في الطريق الصحيح إن شاء الله البطولة الآسيوية القادمة. أمنياتنا أنه يحقق المنتخب طموحات وآمال الجماهير. خلينا نشوف لقطات ل تدريبات المنتخب في المعسكر التدريبي وأيضا بعض اللقاءات، ومن ثم لنا عودة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يوم غد مباراة ودية ضد منتخب لبنان، استعداداتنا إن شاء الله جيدة جدا، أجواء حلوة هنا، تمرين كامل، إن شاء الله إحنا مستعدين لمباراة لبنان باكر إن شاء الله، وإن شاء الله إحنا عندنا ويا لبنان مباراتين أو ثلاثة ودية يكملن، وبعدها نرجع للعراق تعرف البرنامج، وان شاء الله نقدم مستوى يليق بمستوى. طبعا فكر جديد، مدرب جديد، اللاعبين دا يستقبلون هذه التمرينات، وان شاء الله احنا جاهزين. الحين طبعا احنا اليوم هاي وحده ثانيه، وحده تدريبيه في دوله لبنان بعد ما اقمنا معسكرين، وحده كانت في العراق في منطقه في كربلاء، وحده كان معسكر في دولة قطر، واليوم في لبنان. تعرف احنا وصلنا للمراحل الأخيرة لغرض الوقوع المنافسات الآسيوية اللي هتكون في دولة تايلاند في شهر الثالث، وإن شاء الله منتخبنا إن شاء الله سيكون حصان الأسود في البطولة. تعرف احنا مجموعتنا صعبة، مجموعتنا هي تضم منتخبات إيران ومنتخب سلطنة عمان، لكن فريق العراقي بقيادة المدرب كريم مقدام واللاعبين واللجنة الشاطئية واتحاد كرة القدم وفروا كل ما يحتاجه المنتخب الوطني لغرض استعدادنا لآسيا، وإن شاء الله احنا سنخطف أحد البطاقات المؤهلة لكأس العالم. احنا اليوم في لبنان معسكرنا لمدة 8 أيام، سنكون من ضمنها 3 مباريات ودية مع المنتخب اللبناني، هي آخر محطة قبل خوضنا لتصفيات آسيا. إذن كل التوفيق لكتيبة المدرب الإيراني كريم مقدامي في الاستحقاقات القادمة عندنا بطولة آسيا المؤدية إلى نهائيات كأس العالم. يا رب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، تحقيق نتيجة إيجابية وبالتالي التأهل إلى نهائيات كأس العالم إن شاء الله. محورنا المهم والرئيسي لحلقة هذا اليوم هو نادي الزوراء. حقيقة اليوم ويانا ضيف عزيز قديم من بغداد، هو عضو الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي الأستاذ عبد الرحمن رشيد أبو أزاد. مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن. مرحبا بك وببرنامجك العزيز سامراء سبورت ومشاهدينا الكرام. بارك الله بك، حياك الله أبو أزاد. أنت محبوب، يعني أنت يمكن من القلائل أعضاء الهيئات الإدارية موجودة
محبوب، الكل تجمع عليك انه انت كلها تحبك، ما اعرف ليش. الحمد لله والشكر. اعتقد شنو السبب؟ والله السبب انسان يتعامل بصدق بتواضع، وهذا السر العمل يعني. واحنا يمكن تربية الوالد يعني لها تأثير يعني. أكيد. وعلى النمط حتى الأجيال أولادي بنفس الطريقة معلمهم الحمد لله والشكر يعني. الله يبارك فيك إن شاء الله يا ربي. دوم هاي ابتسامة وهاي الضحكة وهذا التواضع مالتك بالبساطة. اليوم خلي نتكلم عن نادي الزوراء، مباراتكم، خلي نبدي من أهم الأحداث اللي جرت اليوم. اليوم وصولكم إلى أربيل، إقامة معسكر قصير قبل مباراتكم المهمة أمام نادي أربيل إن شاء الله يوم الاثنين. أنا كنت عبالي باشر مباراتكم المهم الاثنين، مباراتكم يوم مع نادي أربيل. هاي المباراة أعتقد تنطوي على أهمية كبيرة، لأنه النادي أشبه بأنه يمر بأزمة. شلون تشوف أهمية مباراتكم ويا نادي أربيل؟ شلون راح تقدرون تطلعون الفريق من هاي الأجواء اللي نقدر عليها نقول مشحونة نوعا ما؟ وفعلا صارت نوع من الأزمة يعني بعد استقالة كابتن أيوب. كان عندنا تدريب صباحي الساعة 10. الكابتن أيوب بعد انتهاء الوحدة التدريبية الساعة 12 جمع الفريق وتكلم معهم واعتذر بأن تكمل المسيرة مع نادي زوراء الرياضي. واللاعبين بصراحة طالبوا يعني بإصرار قوي يعني. وبعدين تكلم مع مدير الفريق عبد الكريم عبد الرزاق باستقالته. احنا بصراحة تفاجئنا يعني أول مرة. قلنا أنا دائما أيوب يعني معروف عنه يزعل ويرجع، وإن قلبه طيب صراحة، خصوصا هو مدرب يعني صاحب أخلاق وحقق لنا إنجاز وبطل الدوري. يعني اتصلت بيه ما جاوبني. المهم اتصل بيه بالليل قال أريد العقد مالي موجود يمه. قلت تراجع وكذا، وذول أولادك، وصير بكل نادي بكل عائلة أكون مشاكل بسيطة الحمد لله يعني. بس هو كان مصر يعني بصراحة. يعني احنا اجتمعنا الإدارة ثاني يوم قلنا لنا احنا مفروض نسافر السبت حتى نبتعد عن هذا الأجواء يعني، حتى لا يكون هناك تأثير. وطلقنا يوم السبت يعني، وصلنا الحمد لله والشكر. اليوم جرينا وحدة تدريبية بدون ضغوطات حتى، وحتى يعني راح أسبق يعني بالحديث كل ما يقال بالمواقع يعني بالصحف، الزملاء الصحفيين يتكلمون مع الموضوع. ثق بالله أي مدرب ما مطروح اسمه نهائيا، ولا متناقشين بهذا الموضوع نهائيا. ما يعني مطروح هاي اسم ما مطروح. ولهذا دائما يقول لي انفي، أقول هو ما مطروح. شنو انفي يعني ما مطروح؟ احنا عندنا مكتب اعلامي ناخذ دائما الصدق نتكلم به. ولهذا دائما الناس تتكلم يقول لك ليش ما يعني تنشروه بالاعلام؟ ما ننشر بالاعلام احنا، وكل ما يصير شيء حقيقه ننشره. تكون مكتب الاعلام بالضبط، واني مسؤول عن المكتب الاعلامي بالضبط. الجوهر القضيه، جينا النادي الاربيل قبل يعني يوم من المباراه حتى نبتعد عن الضغط الجماهيري، نبتعد عن الضغط الاعلامي، خصوصا المدرب طالع، اكثر اللاعبين يحبون المدرب. المهم اليوم تكلمنا وياهم محاضره يعني، محاضره اخويه. دائما الفريق الزوراء معروف عنه عنده تكاتف. التكاتف مين يبدا؟ اول هو رقم واحد الجمهور، ثم الاداره، ثم الكادر التدريبي. صحيح. ثم اللاعبين. اذا هنا اكو تكاتف الاربعه ثق بالله يعني هو مسيره النجاح يعني. نتمنى ان شاء الله دائما مستمر بيه ومعروف عنه. لاعبين محبوبين واخلاقهم يعني ما عندنا اي مشكله. والله ابغى ازاد شوف، اليوم احنا كليتنا نسال عن ازمه نادي الزوراء يعني. نعم الكل يحب نادي الزوراء، لكن اكو موضوع اهم اللي هو المشاركه الاسيويه. يعني بعدكم مش كم يوم مباراة مهمة في إيران، يعني مفروض هسه على وجه السرعة تسمون المدرب. مدرب خلاص استقال وأصبح من الماضي يعني. لا ما نقدر نسمي السبب، لأن عندنا مباراة يوم الاثنين. أي. وعندنا وقت يعني بصراحة. العالم تتفاجئ يعني، احنا عندنا مساعدين هم يعني يعرفون صغير وكبير عن الفريق. أكيد. يعني عندهم شهادتي الباسم، وبالنسبة لغانم إبراهيم، وبالنسبة إبراهيم عبد نادر عنده بي يعني، كلهم عندهم شهادات. أكيد. يعني وضيف يعني بالمناسبة ضفنا اللاعب الخلوق حيدر عبد الأمير من ضمن الكادر التدريبي، وضفنا مدرب لياقة البدنية للكادر التدريبي. أما تسمية المدرب الجديد يعني ما نريد نستعجل يعني، ما نريد يصير ضغط على اللاعبين. نتمنى إن شاء الله، عندنا أسباب ما نقدر نعلنها إن شاء الله، راح نعلنها يوم الأربعاء يعني بشكل رسمي. الأربعاء
الأربعاء إن شاء الله قد يكون الأربعاء بشكل نهائي المدرب الرسمي كان للنادي الزوراء الرياضي. بس تقول لي اسم مطروح، ثق بالله ما مطروح أي اسم. أنا اليوم ما أضغط عليك على أسماء، ليش؟ إحنا نريد صادق وياك يعني. إحنا نريد نمشي بنادي الزوراء إلى بر الأمان، ما نريد نأثر على اللاعبين وعلى مباراتكم أمام نادي أربيل، وعندكم أيضا مشاركة آسيوية قد تكون أنتم عندكم فت خطة معينة ماشيين عليها، فلهذا إحنا ما نريد نأثر عليكم، بالعكس إحنا قلوبنا وياكم، إحنا نريد إنه الفريق يعدي هاي الأزمة. لكن يعني ما تشوف الأربعاء هواية إنه تسموا المدرب؟ لا، وإحنا عندنا أزمة كبيرة. نعم. وأزمة مالية يعني. أكيد. يعني المشكلة أزمة مالية. أزمة مالية راح تحددكم بالاسم. لا. اللي راح تسموه لتدريب الزوراء. لا، يعني مو بس تحددنا عندكم. يعني إحنا لاعبين يعني أنا بنان منبر يعني أكون يعني شاكر يعني باسم الإدارة أتكلم أنا شاكر لهم يعني هم مستلمين مستحقات مالية 20%. ومن العام الماضي مطلوب لكل واحد يطلب 35% من قيمة عقده من الموسم الماضي. الموسم الماضي يطلب هذا عقده، وإحنا كإدارة ملتزمين يعني بصراحة قد يكون صادق يعني. بس المشكلة طلع قرار يصرفون 2 مليار، وهذا أثر علينا. إحنا كان عقودنا بثلاث مليارات وربع، صار عندنا عجز مالي 1.25 مليار. والآن يعني نتمنى بالخير يعني إن شاء الله خلال بكرة وبعد بكرة اجتماع عندنا ويا الوزير ويا المالية بأن يكون هناك موازنة خاصة النادي الزوراء الرياضي 4 مليارات، أعتقد نحل كل المشاكل. طيب الموسم الماضي استلمتوا فلوس من الوزارة؟ استلمنا 2 مليار حسب القرار اللي مشيتوا بها أموركم يعني. لا، وما إحنا قلت لك العقود اللاعبين هي 3.25 مليار يعني، من مشينا صار عندنا عجز مالي يعني. أكيد. شلون 1.25 مليار لحد الان هم يطلبون 1.25 مليار، واحنا خلال يعني خلال شهرين ولا دينار مستلمين من الوزاره يعني حتى التذاكر السفر لحد الان احنا محاجين ما يعني هاشين. سفرتنا اي سفر خير اكون صادق يعني. نعم أكيد. سفرتنا يعني خلال ايام يعني خلينا نقول يعني ننتظر بس الفيزا ونعلن الوفد يسافر، لحد الان محاجين تذكره مع طياره ونعرف يعني ليه ما عندكم فلوس. طبعا هذا واحد من الاسباب يعني. صح احنا استلمنا قبل يومين 100 مليون دينار من موانئ البحري، وعلى اساس هو صرف لنا 400 مليون، بس استلمنا فقط 100. اما البقايا من تروح للدائره نقول له يابا بامر الوزير، ما عندهم علم ولا عندهم كتاب. انا اتفاجئ يعني امر وزير، مفروض انك اكو شعبه متابعه لهذا الوضع، صحيح ولا لا؟ طبعا. ما اعرف شنو السر بالعمليه يعني رحنا للبصره الموانئ البحري يعني استندوا على كتابنا والناس صرفوتنا يعني عرفوا الأزمة مالتنا. المواني ما صرفت، نقل الخاص ما صرفت، ننتظر إن شاء الله اليوم وبعد بكرة يصرفون على أساس. طيب أبو عزاء عندكم مشاركة آسيوية، شو راح تسوون؟ شوف أكو نقطة هم نطرق لها يعني. نادي أربيل من كان شارك بطولة كأس الاتحاد الآسيوي يعني رأس الوزراء صرفت لهم 500 مليون. نعم. القوة الجوية مرتين صرفت لهم فعلا، بس زوراء الثاني مرة، وهذا بطولة مو بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، بطولة أبطال دوري يعني دوري أبطال آسيا كلهم محترفين يعني، بطولة منقولة حتى للأمريكا والبرازيل منقولة يعني أهم بطولة. أهم بطولة كأس الاتحاد الآسيوي يجي من المرتبة الثانية، هذا المرتبة الأولى يعني العالم كله تابعها يعني. أتمنى يعني يوقفون ويانا بهذا المسألة يعني. احنا دائما نسوي النداء لان يعني ما عندنا ميزانيه، ناخذ دائما منحه يعني يعني كابتن فلاح يروح او اعضاء الاداره يروحون ينتظرون ساعه ساعتين كل شيء ما نقبض يعني. الناس الجمهور ما تعرف هاي الاسباب، ولا اللاعب له حق، واللاعب يريد يكون فلوسه جاهز وهذا حقه يعني. اكيد حقه يعني. اكيد. طيب اليوم الجمهور تسال يقول لك يعني انتم رئيس النادي الكابتن فلاح حسين شخصيه معروفه وايضا تاريخ وكذا، ما يقدر ياثر بعلاقاته ويقدر يستحصل مبالغ من رئاسة الوزراء مثلا، دعم النادي، يستحصل من الوزارة فلوس يعني؟ ليش احنا بقينا ساكتين لحد هسه ما تفاقمت الأزمة وخلت المدرب يطلع لا مسألة المدرب بالعكس، المدرب كان يعني واحد من عوامل المساعدة للاعبين والإدارة بصراحة يعني. يمكن قد أنا وجهة نظري يعني قد يكون هو عنده أسباب أخرى يعني، صار هبوط بالفريق يعني تدني بالمستوى بالفريق يعني، وطبعا صار عليه ضغط أكثر من لازم يعني. مو أسباب مادية، قد يكون من ضمن أسباب مادية. وشون تجي الضغط؟ تجي من أسباب مادية، تجي من أسباب تدني المستوى، تجي من ومستلم رواتب مثلا.
هو عنده عقد، هو الرجل مستلم 20% قيمة عقده، احنا نعقد على شكل تدفعات بس ما محددين اي يوم اي تاريخ يعني ما محددين يعني مفتوحة، بس هم حقوقهم كلهم ياخذوها. بس كابتن ايوب يطلب 35% من حقه يعني يعني نقعد بشكل تراضي طرفين وننهي المسألة. احنا ما ناكرين يعني فلوس كابتن ايوب ابدا، لازم ننهيها بشكل تراضي يعني، هو حقق لنا انجاز يعني أكيد. انجاز بطل الدوري طبعًا. يعني طبعا وكان بظروف يعني كل الصعبة، ومع هذا استطاع أنه يحرز لقب الدوري يعني العام. مثل ما تقول أنت يعني مليارين استلمتوا، علما أنه بس العقود مالتكم أكثر من 3 مليار. كل الأندية بالعالم مو بس بالخليج، بالعالم يعتمد على النقل التلفزيوني بالدرجة الأولى وعلى الإعلانات وشغلات. فقط في العراق يعني نقل، تعرف انت اكثر مباراه تنقل فرق الجماهير بالذات نادي الزهراء، ابو اكثريه لعباتنا على الكاس. احنا لحد الان ما مستلمين دينار واحد، هو من حتى مال نقل التلفزيون ما مستلمين. هو قانونا نقل التلفزيوني تابع للانديه وليس للاتحاد، لا حصه لا، الاتحاد العراقي مسؤول عن المنتخبات. الانديه نقل التلفزيون الأندية تابع للأندية يعني لازم يتقسم، أما أكيد. بالتساوي أكيد. أو بالمتفرقة يعني، هاي النقطة واحدة. النقطة الثانية يعني ما أعرف شون أوصل لك يا الفكرة، يعني إحنا ما عندنا مع الأسف ثقافة رياضية، عالم الاحتراف لحد الآن نسوي داخلين به. يعني هسه تروح كل الملاعب ما بيها نظام تراخيص، كلها بما بيهم ملعب الشعب، حتى ملعب الشعب أنا أعرف التراخيص وأعرف تفاصيله وداخل ورشة وأعرف شنو بما بيهم. ملعب الشعب بالنظام التراخيص غير ناجح، كارثة. هسه ملعب الكربلاء دولي، احنا صارنا شهر الوزارة يعني تكرمت وخلصت الأرقام، الكراسي خلوا منظومة انترنت، فتحونا البوابة الثانية. طبعا هاي كلها بالنظام يريدوها يعني، أكيد طبعا. وأكو شغلات يعني هي باعلة بسيطة بس مهمة، هم من يجون التفتيش أو يجوك المشرف أي نقطة رأسا عنده غرامة يعني، يا أخي مدة تجي لجان التراخيص وكلها تعبرها، شنو الموضوع؟ ما كل لحد الآن لجان من التحدي الأسوي مجال لجان، بس اللجان أخذ لي قوة جوية قوة جوية لعب نهائي في بصرة، إيش قد تغرم على بس على ترقيم الكراسي؟ 20,000 دولار إضافة المنظومة للإنترنت. إيه ملعب البصرة بي إنترنت، كان كربلامي بيعسهم نظموا يعني الناس يعني بصراحة. هو فريق القوة جوية تغرم على ترقيم الكراسي أو على المنظومة للإنترنت؟ على ترقيم الكراسي، مجرد ترقيم الكراسي. إيه ترقيم الكراسي. مع انكم ما علم ترقيم الكراسي ما تكلف الا بحجة 5 أو 10 ملايين، تغرموا 20,000 دولار. طيب وهاي اللجان التي تجي وتفحص وقبل كل موسم وتقول لك هذا الملعب هم خاص، يكتبون ملاحظات، هم يكتبون ملاحظات. شوف بالاتحاد الاسيوي يعني انا حكيت ويا مينستر، قلت له يعني اهتمام بالعراق، لان يعرفون عراق يعني شعبيته بالكرة القدم بالشكل ما تتصور يعني، وحضور الجماهير، ولهذا هم يتعاونون، ولهذا دخلونا بنظام السيستم مال الابطال يعني المفروض احنا ما ندخل يعني احنا عندنا شغلات كلها نواقص يعني، فمن دخلونا لعده اسباب. اول مره تسويق، هم مستفادين من عنده تسويق، تعرف بلد مثل العراق يعني بحدود 35 مليون هم يفكروها كلها شغله تجاريه وشغله رياضيه بان واحد، يريدون كل صغيره وكبيره. احنا صح نتعلم بس نتمنى يعني نتعلم بشكل ايجابي وليس سلبي يعني، أكيد. هذا يعني خلينا نرجع على الموضوع الاهم، هو موضوع حصتكم من ريع المباريات. معقوله يعني نادي يحضر له مثلا 40,000 متفرج ما ياخذ حصه من درهم واحد ما ناخذ؟ وين الخلل ابو ازاد؟ الخلل شوف هو عده عوامل مشترك بيها. كان سابقا ناخذ 80% اذا كان مباراه لنا بالضبط، و20% ادامه الملعب. هاي معمول بها بكل يعني بالزمان. اجى طلعونا بزمن عبد الحسين عفطان النظام اللي يعني مليارين هو طلقه، وطبعا ضر انديه وانديه استفادت من عنده بصراحه. طلعوا لنا النظام الجديد مال الاراضي التابعه لوزاره الشباب، هسه احنا مثلا ملعب الزهراء تابع وزاره الشباب، سوينا يعني واحنا تابعين وزاره النقل، تفهم شلون؟ بالضبط. لا نقدر نسوي ادامه، لان اذا وزاره النقل ما تعطيك يقول لك انت الملعب مو مالك، مو باسمك، هاي هم مشكله يعني. مو باسمك يعني اتمنى تصدر قرار يملكون الانديه، بس
مو للاشخاص باسم النادي، باسم النادي تجي اداره جديده وهكذا وهكذا. قبل ما كان الملعب مالكم باسم نادي الزوراء؟ لا لا ما كان باسم نادي الزوراء، كان باسم مركز الشباب 14. ليش تحول لوزاره الشباب والرياضه؟ مو هي صارت مشكله بين اللجنه الاولمبيه ووزاره الشباب، هاي قصه طويله يعني. نعم. يمكن اذا انت عندك فكره بها. نعم. الاولمبيه قبل كانت تابعه للاولمبيه وبعدين اخذتها وزاره الشباب وحولتها الماليه، فعمليه يعني متداوله، اذا ما تتدخل بها مجلس الوزراء ما تنحل على القضيه يعني. يعني يمكن النادي الوحيد قد يكون اربيل وزاخو وكرخ، هم ملك صرف دول الانديه الثلاثه، ما تحولت الوزارة. كل الانديه تابعه كل بالضبط. الانديه وهي واحده من المشاكل طبعا تعاني واحد من المشاكل يعني تعرقل الدوري طويل. خلينا ندخل بهذا الاطار يعني فعلا. المشاكل ماكو ملاعب في بغداد. يعني جو الوزاره سووا ملعب في ديوانيه، ملعب في نجف، ملعب في كربلاء، ملعب في ديواني في كوت. يعني هسه كوت ما بي شو اسمه فريق من دوري ممتاز يعني. يعني أنا واحد من الناس اقترحت بأن كل فريق من دوري ممتاز يلعب مباراة، يعني أنا 19 فريق 19 مباراة في كوت، 19 مباراة في كربلاء، على الأقل الملعب يصير عليه مباراة يعني. أنا خسرنا هالمليارات ماكو مباراة عليه فعلا، هاي كارثة فعلا. زين احنا لو مهتمين ملعب بغداد مثل ما مهتمين ملعب نجف لو زوراء أو ملعب الثاني في حبيبية، اعتقد كان يخدم الانديه يعني، خصوصا احنا 10 فرق في بغداد. هسه ملعبكم شو وقت راح يخلص؟ والله يعني صار نسبه الانجاز مالته صار لي 7 سنوات ونص اسمع الملعب يخلص. راح يخلص ولهذا ما عندي ثقه في اي يوم يعني. بس الوزير الجديد للامانه تابع القضيه يعني بشكل جدي يعني. يعني وعدنا خلال اشهر قادمه ان شاء الله تخلص. بالعكس انا يعني رحت قبل ما اجي باسبوع الملعب يعني تقدم بشكل فظيع يعني اكثر من 80 ل 85 اكثر من 80. شو وقت المفروض يخلص؟ والله مو واعدين خلال 3 اشهر يعني يخلص يعني مع نهايه الموسم يعني تقريبا. اتمنى ان شاء الله مع نهايه الموسم الكروي نستلم ملعب جيد يعني. جيد. طيب ابو ازال هسه شنو راح يعني الخطوات اللي راح تسووها في سبيل اعاده الزوراء الى وضعها الطبيعي؟ والله شوف اول خطوه يعني عندنا مسألة اللي قلت لك هو المدرب، يعني هذه مسألة مهمة بعد يعني رجوعنا إن شاء الله يوم أربعاء راح نقرر من هو المدرب. هنا نوقف يوم المدرب شوية أبو أزال، خلي اليوم أضغط عليك شوية أمر. لازم نطينا فد شيء للبرنامج. ما معقولة أنتوا كهيئة إدارية يومية تجتمعون، أنا عندي إيش معلومة أنه أنتوا يومية تقعدون تجتمعون بيناتكم كأعضاء هيئة إدارية، ما معقولة ما عندكم فد فكرة عن اسم المدرب اللي راح تناقشوه أو مجموعة الأسماء اللي راح تناقشوها؟ شوف بميزة نادي الزوراء 24 ساعة الإدارة متواجدة. يعني اليوم ما يجي فلان ليش ما جاي؟ يعني تواجد مثل إجباري، مو إجباري بس نعم مثل نعم إجباري نعم يعني بالضبط. كابتن فلاح هو أول واحد يجي، وبقايم يمكن أنا وكريم كابتن عبد الكريم نجي أكثر يعني، التمرين يبدأ بالثنتين هم بالضبط. يجون بحدود 4 فموجودين وبدون ما يتدخلون بشؤون التدريب نهائيا، خط احمر بناء يعني من الامر من الاداره ما حد يتدخل بشغل حلو. يعني مساله اللاعبين اعتقد جي جي يعني جلب اللاعبين هو المسؤول الاول والاخير كابتن ايوب اكيد اسمعني، هم كلهم دي يسمون ادارها اول سنه ما تتدخل، خلت كل الامور بيد الكابتن ايوب. خروج اللاعبين بحدود 15 لاعب مسؤول الاول والاخير كابتن ايوب. العالم يصورون احنا ندخل اداره، احنا ما متدخلين، احنا علينا بس نهيئ الامور ونجيب فلوس، غير هذا ما ندخل. من اكو لاعب مميز وخدمكم الموسم الماضي شلون تقبلون انتم كاداره يطلع؟ قرار فني صارت، ومفروض انا اقول لك كاداره يتحمل جزء. نعم انا شخصيا تسالني تحمل جزء يعني، بس الكادر التدريبي يعني مثلا راح اجيب لك مثل خضر علي في معسكر هو افضل لاعب كان، قرار يعني قرار مدرب من اجى خلاه على مصطفى الاحتياط، يعني كان عندنا حسين الجويد ومصطفى محمد هم ثلاثه من المنتخب. كوجهه نظري يعني خضر علي كان من لاعبين مميزين، انتقل الى نفط الوسط الان هو يمكن حسب علمي انسحب منتخب وطني. نعم لاعب بكل المواصفات. ليش هذا افرط به؟ مو قلت لك مو قرار بيد يعني بيد الاداره او قرار، هذا يعني هو المسؤول الاول يعني كل واحد. انت هسه مثل واجبك فلان شيء ما يصير انا اجي اتدخل به. مدرب اي مدرب، بس هو المفروض يعني يصير لجنه فنيه بالضبط ما
يصير بها قرار يدخلون. هذا هذا معمول بالعالم كله بالضبط. يعني بصراحه يعني مجموعه لاعبين جابوا لكم الدوري المفروض احافظ عليه. احنا عندنا حدود عاره الى 4 إلى 5 لاعبين عاره فرق انديه، لاعبين مميزين جدا يعني ومن ضمنهم مؤمل عبد الرضا يلعب الكهرباء، ومن عندهم الولد حيدر يلعب في دفاع المدني. المهم عندنا عدد لاعبين يلعبون عاره، بس مستواهم لكود اللاعبين الكبار موجودين في ما ياخذون فرصه، اعطيناهم مجال يروحون ثم يرجعون. طيب خلينا نحكي عن المدرب شويه. لازم اني نحكي عن يعني لازم عندكم فد مجموعه اسماء معينه راح تناقشوها يوم الاربعاء وتطلعون بالمدرب اللي قلت لك ثق كل ما يتكلمون بي ماكو شيء خبر. يعني انا واحد من الناس بالي مدرب، انا شخصيا اللي بالي مدرب الكابتن فلاح باله مدرب، بس ما طارحين الموضوع لان احنا اتفقنا ويا كابتن فلاح بان نسد الموضوع لغايه يوم عوده الفريق يوم الثلاثاء اربعاء نجتمع نفكر فقط بالنتيجه. اربعاء تجتمعون؟ اي ما نريد نقول جبنا فلان مدرب قد يكون اللاعبين له تاثير وصار ضغط عليهم. سدينا القضيه منا لغايه يوم الثلاثاء اربعاء من يعني اربعاء من نجتمع ثلاثاء نرجع اربعاء من نجتمع على ضوء نعلن. طيب كابتن راح اسالك سؤال واحد تفضل ما يخص المدرب. اكو كلام انه ممكن الاتجاه يروح باتجاه تسميه مدرب اجنبي لفريق الزوراء. وارد 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 جدا وارد جدا. اها انا تسالني شخصيا اقول لك وارد جدا، يعني كل واحد بباله شو اسمه باله فكره معينه. انا تسالني كشخصيه يعني كعضو اداريه بالي مدرب اجنبي يعني بس القناعة الآخرين كيف المبلغ كيف العقد كيف شلون راح يتلاعب ويا الكادر المساعد راح يجيب كادر كامل وياه لحال من يعرف التفاصيل تعرف هذا ياخذ وقت يعني. طيب بس يعني لازم ننهي يوم الاربعاء يعني الاربعاء احتمال الخميس احتمال الخميس او الجمعه نسافر يعني لازم ننهي ونقدم اسم الاتحاد الاسيوي يعني لازم قبل 72 ساعه تقدم اسمه. زين مو صعبه انه تطلعون بقرار يوم الاربعاء وانتم الخميس او الجمعه عندكم سفر اذا مدرب اجنبي شو وقت راح تجيبوه شو وقت تتعاقدون وياه؟ لا ماكو مشكله قانون راح يطلع له فيزا ماكو مشكله يعني حتى اول لعبه اذا ما موجود موجود الكادر المساعد موجودين كادر مساعد قلت لكم موجودين الكابتن باسم وحياة ابراهيم عبد نادر وغانم ونضاف لهم حيدر عبد الامير ونضاف لهم مدرب اللياقه البدنيه يعني موجودين كادر كامل يعني. طيب هم صار لهم 3 سنوات يشتغلون مع الفريق كلام صغير وكبير يعني. فلا كلام منطقي. طيب اليوم احنا شفنا اليوم او البارحه على وجه الدقه طلعوا قسم من جمهور نادي الزوراء اشبه بالمظاهره امام باب النادي مطالبه باصلاحات للنادي. اكو قسم يطالبون كابتن فلاح انه يابا انت كافي صار لك كذا سنه بالنادي وما قدمت فد شيء انت نجيم نعم لكن بالاداره فشلت رغم انه هو في الموسم الماضي جيل بدوري. لا يمكن افضل اداره مر بعصور الدوري كله هو إدارة الزوراء يعني حصل على 3 بطولات فعلا. وحصل على كأس وحصل على كأس المثابرة ورابع وثاني يعني كلها إنجازات يعني عدا اللعبات الملاكمة أو التجديف أو كذا لا إحنا شيء بس بكرة القدم بالذات يعني ما أعتقد الإدارة قصرت يعني بكل سنة إحنا عندنا إنجاز بس قلت لك هو 4 أركان من ضمنهم الجمهور من حقه يطالب من حقه يطالب وإحنا بنستمع ما عندنا مشكلة يعني نحترم الجمهور ونسمع هم مو مظاهره طالعين مظاهره بكذا هم عندهم اقتراح يعني بالضبط. وهذا من حقهم يعني عندهم اقتراحات يقول لك حط عليهم قال لهم شنو مطالبكم ايش تريدون انتم لا مو شان يوم الجمعه وقلت لك احنا خلصنا التمرين وجوي يعني احنا توصلنا الفكره يعني توصلنا ما عندنا مشكله طبعا احنا نعرفهم كلهم يعني كلهم متواجدين بالنادي يعني كانت راس وكان عشاق وكان كذا كلهم نعرفهم يعني أكيد ناس نعرفهم محبين للنادي بس مرات النتيجة يعني تأثر مثل ما احنا متأثرين هم متأثرين يعني هم بطريقتهم خلينا نقول بسيطة يعني يعبرون عنه مفروض انت بالمقابل تحترم لان هذا جمهورك يعني انت لازم تحترم جمهورك اذا ما تحترم جمهورك قلت لك هو ركن اساسي من اركان الاربعه بالضبط يعني من يصير خلل يصير مشكله فلازم انت تقرب بدون ما توسع الخلاف بالضبط. اكو هناك راي يقول لك اداره الزوراء امطت مجال هوايه للجمهور انه يتدخل
لا بالعكس، احنا يمكن معروف عنا يعني جمهور له مكانه خاصه، والاداره له مكانه خاصه، والكادر التدريبي واللاعبين داخل الساحه له مكانه خاصه. كلها خطا. جمهور ما يتدخل؟ ابدا ما يتدخل، بالعكس مستحيل فد يوم يدخل. يعبر ابوي يعبر عن وجهه نظر، هذا مقبول بكل مكان يعبر عن وجهه، بس ابدا ما متدخل، مستحيل. ما فارضين على اي شيء على الاداره لحد هاللحظه، واللي ما يسمعون يعني ما فارضين اي شيء على الاداره. لا مدرب ولا لاعبين ولا اي شيء يعني. يعني هسه مثلا اداره الزورات تقدر تجيب مثلا مدرب ما الى قبول جماهيري، مراضين على الجمهور مثلا؟ اذا اداره عندها ثقه بالمدرب إيه؟ ماكو مشكله، لان الاداره من تنظر يعني داحشي لك الجهه الفنيه المسؤوله، يعني مو كل اعضاء الاداره، الجهه أكيد. الفنيه المسؤوله طبعا هم مقتنعين راح يحقق نتائج، يعني ما معقول احنا نجيب واحد ما يحققون النتائج يعني. اكيد طبعا، يعني هاي بالعالم كله موجود يعني، وهي تجي توفيقات يعني مثلا باسم قاسم حصل بالزوراء دوري، حصل بالقوه الجويه دوري، حصل بالدوقه دوري، في زاخو هبط الفريق، في سليمانية هبط الفريق، حتى توفيقات. والمدرب باسم من أرقى المدربين يعني، خلينا نكون أيوب من أرقى المدربين يعني، أي مدرب هسه جيبه يعني فترة ما يحقق فترة لا. مثل كابتن راضي شنيشن هو أرقى مدرب حتى في يعني من المدربين القلاع في وطن العربي. صحيح. مميزات عنده كذا عنده، بس هي مسألة التوفيق لا أكثر ولا أقل. نعم. طيب يعني اذا الجمهور شنو يريده؟ يعني البارحه كاتب عده مطالب، وانه هاي طالب بها الاداره انه تنفيذها، جلب مدرب على مستوى عالي. يعني كل جمهور له مطلب خاص يعني. نعم. هسه مثلا انا هسه مقتنع فلان مدرب، غيري يقتنع فلان مدرب، طبعا يشرح للاسباب ليش يعني. هي استفزتهم النتيجه الاخيره ويا الديوانيه التعادل لو شنو؟ لا ما اعتقد. ما اعتقد انا يعني وجهه نظري يعني قريب على الجمهور، ما اعتقد تدني مستوى الفريق بالشكل يعني نحو الهبوط يعني. احنا يمكن 10 مباريات فزنا 1-0 وهذا نتيجه خطره جدا يعني، او اخر دقائق نجيب نتائج يعني فعلا. يعني وتصير عندنا اخطاء يعني تحملها، مو بس يتحملها الكادر التدريبي، كلنا نتحملها بما بهم كادر تدريبي، بما بهم لاعبين، بما بهم اداره، بما حتى الجمهور. الجمهور من يسوي ضغط على الفريق طبعا له تاثير سلبي، كل نتحمله، ماكو واحد يقول لك انا ما اتحمل. هو كلهم محبين النادي، كان جمهور، كان لاعبين، كان كذا، كلهم محبين النادي اكيد، ولكن في لحظه ما يعني ما يقدر يسيطر، يصير نوع من الانفجاريه، ويعني يصير يعني تصادم بهالنقطه يعني. ما حد من الجمهور يطلب النادي؟ ابد انا مسؤول عن كلامي، ولا واحد يطلب. اكو كلام انه اكو بعض من المشجعين ابد يداينون النادي، يطلبوا فلوس، يمشونهم. ابد انفي بشكل قاطع واني مسؤول عن كلامي، خليه يطلع يقول انا اطلب. انا كتب الحكي، ما مستحيل نادي ما مطلوب يعني. في حتى اكون صادق وياك يعني، احنا قلت لك اليوم وزعنا مكافاه مال مبارتين فوز يعني ومحتاج، طينا مليون يعني من المبلغ ال 100 مليون حصلناه يعني. حتى هاي مكافأة. مكافأة، هم كل لعبة لهم مكافأة. كان لعبتين متأخرة طيناهم اياها، هم يسمعون للوعيب. كل مكافأة ثاني يوم يستلموها، ما عنده مشكلة يعني. مكافأة موجودة للاعبين، ابدا ما مقطوعة. رواتب. حتى بالأزمة. لا احنا عندنا عقود. عقود موصين 20% قسم 30%، يعني موصين للوعيب يعني. العقد 200 مستلم 40 مليون. بس هو يستلم حقوقه يعني، ما مناكري. هم عندهم ثقه بينا اكيد، لان احنا كل هالفتره ملتزمين نعطيهم حقوقهم كامله، ولهذا كل الواعي من طلعون يتكلمون باتجاه الاداره بشكل ايجابي وليس سلبي. طيب ليش هذا سؤال شويه قد يكون عندك حساسيه عنده، ليش جمهور ما يحب فلاح حسن؟ رغم انه كابتن فلاح حسن يعني اسم كبير في عالم كره القدم، الى 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 بصمه كبيره بالعالم كلها. هسه انت لو 60 إلى 65 من أصدقائك يحبوك، قل هاي نعم من رب العالمين. ما صد مستحيل يعني يجيب 100% أو 80%، يعني أنت من توصل نسبة خلينا نقول جيد، هاي شكر من رب بس العالمين. بس أغلب الجمهور يحبون مثلا أحمد راضي، بس تجي اليوم ينفلى حسين لا، النسبة يجوز 30 أو 40%. اشتغلت ويا كابتن أحمد راضي، واشتغلت ويا السلام هاشم، واشتغلت ويا فلاح، كل واحد له طريقه خاصه أكيد. بالتعامل يعني. لا هو سؤال ليش ما يحبوه؟ ليش الجمهور ما يحبه يعني؟ مو انت تقول ما يحبه، اكو ناس وايد تحبه يعني.
انا اليوم اتصالات بس مجرد انه اعلنا اليوم راح يكون ضيفنا عضو هيئه اداريه لنادي الزوراء والموضوع النادي ومشاركته الاسيويه ومشاركته بالدوري وان شاء الله يعدي الازمه. يعني جتني هواي اتصالات يعني يتكلمون عن الكابتن فلاح حسن، انا ما اريد اتكلم بيها لانه كابتن فلاح حسن اسم كبير في عالم كره القدم، ما اريد اتكلم بهذا الاسم. هنا السؤال ليش يعني هذا شوف اعطيك ميزه فلاح، يعني فلح من طباعه يعني واحد يقول لك شنو ابو تيسير ليش يجي وما يحكي وما يضحك، بس من السر قريب عليه تختلف جذريا 100%. انا اكثر واحد اصطدم وياه، واذا يسمعني اكثر واحد اصطدم وياه ومرات يوصل حتى صياح بيناتنا، ولكن بس مجرد تطلع من غرفه تطلع وكأنه ماكو شيء. يعني انا مرات يعني اتحمل ماكو ما اتحمل، بس هو كأنه ماكو شيء يعني، ولا يعاتبك ولا يقول شنو صار ولا ولهذا يعني قلبه نظيف يعني ماكو يعني. ولهذا احنا من نوصل ماذا نضحك ماكو، نعرف ان فلاح من يطلع يرجع كأنه كل شيء ماكو، وهذا ميزه بالانسان ما يعني ما يشد حقد في قلبه. واعتقد هذا من واحد يمكن لان هو بعيد عن الجمهور، ما يدخل نفسه في 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 اي موضوع يخص الجماهير. هو شعاره يقول كل واحد في مكانه، الجمهور له واجبه يشجع يساند الفريق، يعني واجبنا والله هو هذا الصح، احنا واجبنا نهيئ الفلوس نخطط الفريق، المدرب واجبه يهيئ الفريق، اللاعبين واجبهم شلون يديرون الكره داخل الملعب، وهذا كل واحد له واجبات معينه، هذا هو طريقته بالضبط. زين ابو ازاد، انت ستتكلم عن واجبات اللاعبين والمدرب والاداره وكذا، يعني ما تشوف انه هسه الاداره ادارات الانديه بشكل عام مو بس الزوراء مجرد نقل الاموال من الوزاره اللي تنتمي لها للاعبين، يعني ما شفنا مثلا اداره شافت منافذ لتمويل النادي ومثلا هي تمشي النادي بدون ما اعتمد على المال الحكومي. متى ما استلمتك يعني من صار الملك لك هذاك الوقت تقدر تستثمر، حسيت من تجيب اي اسم مستثمر يستثمر النادي، شنو ملك مو باسمك ما تقدر تستثمر النادي. يعني قلت لك هسه احنا من ناخذ الملعب اعطونا صلاحيه وزاره الشباب، احنا بس بالنقل التلفزيوني كافي، يعني جينا مبالغ معينه مستحيل. أكيد. انت تعرف قناه مثل كاس بين سبورت من ياخذ الدوري ابو ظبي يجي وساكو تنافس، قناه السعوديه دي يتنافسون يعني، وبالذات يريدون الفرق الجماهيريه. خلي اكون صادق وياك يعني. احنا من بيع الملعب ما تبيع بشكل مليون دولار ومليونين، اقل شيء فد 4-5 مليون، وهذا يكفيك يعني موسم كامل فعلا. هذا فعلا. الجمهور ما يعرفون هذه الطريقه المساله التجاريه، بس هي مو ملك صرف، هنا النقطه المشكله. راح اجيب لك مثل وذكرها ب 2007 كابتن سلام الشاكر تحياتنا له، سلام هاشم اجى قناه العراقيه اليوم ينقلون مبارد، قلت له كابتن لا تخليهم ينقلون، قال لي قلت انا اخذ المعلومات من عندي، ما خليناهم فعلا، ما خليناهم يعني تحديناهم ما خليناهم. قلنا لعبه ثانيه ما تنقلوها، دزوا علينا الاتحاد طونا 50 مليون قال اعتبروها مكافاه. هذا هي نقل تلفزيوني، حقوق الانديه وليس حقوق الاتحاد، خلي يسمعوني، حقوق الانديه وليس حقوق الاتحاد، الاتحاد حقوقه ياخذه من وارد المنتخبات، هذا واجبه الانديه، واجبه نقل تلفزيوني. الى متى راح تبقون انتم بهالحال كنادي؟ هسه من يصير نظام التراخيص كل شيء راح ينتهي، نظام التراخيص اذا طبق بشكل مباشر كل شيء راح ينتهي، راح يصير روابط مال المحترفين تنتهي الامور بالضبط. يعني روابط الانديه مال المحترفين. وش وقت هاي يصير؟ احنا كل سنه يعني نفس الموضوع. دائما الانسان لازم عنده امل يعني، باي يعني عندنا امل يعني، نتمنى ان شاء الله. يعني على هذا الكلام حتى من يخلص ملعبكم راح تبقى المشكله نفسها. شوف الملعب راح يكون وزاره الشباب والرياضه وانتم راح تستفادون. اذا ماكو تعاون ما راح توصل حل. يعني هسه انت تقول لي شو كنت انت دوري عراقي؟ مستحيل تعرف. واني ما اعرف، انا بالهذا ما اعرف، حتى بالمسابقات ما يعرف شو كنت انت الدوري. اتحداهم. على تأجيلات وتوقفات طبعا. بس اكو من احدد اني يومين السبت والاحد، خميس واربعاء مثلا احدد. لعبه ال كابتن حميد بملعب الشعب، انا لعبت ملعب الشعب، الشرطه لعبتها ملعب الشعب، اسوي زرع زوراء يطلع برا يصير لعبتين بس بيوم يعني يومين حتى نفس الثلاث ايام مدرب.
هنا راح تخلص انت اليوم الواحد يجمع عندك حدود شهر يعني خلص الشهر صحيح. هذا المفروض يتفكرون بها يا اخي. يقول لا مو الانديه تزعل، ماكو انديه، هي المسؤوله هي هي. انا اول واحد قلت باسم نادي الزوراء احنا نزرع وين ما تريد تبونه، ما يصير لعبتين انت حتى ما تستفاد من الارضيه، راح تتاذى الارضيه. هاي واحد من يعني يقول انتم هم يمدحون بنا للامانه يعني كلجنه المسابقات دائما يمدحون بنا متعاونين، يقول متعاونين، بس قلت هذا طبقه على الكل يا اخي، على الكل ماكو فد مشكله بهذا الموضوع. نفس المشكله اللي صارت بملعب التاجي بالاخير تحولت الارضيه مالته الى اي يعني انا اسوي هذا الدور ثلاث اعباد بالتاجي ودوره اللي يجي بالمرحلة الثانية ولا لعبة بالتاجي، هاي عملية مو صحيحة. حتى الشعب يعني احنا بغداد بالذات بغداد يعني احنا عندنا بحدود 9 فرق، عندنا الملاعب الكرخ وعندنا ملعب الشعب وعندنا ملعب الصناعة وعندنا ملعب بغداد او في التاجي خلينا نقول 4 يلعبون 4 برا بالضبط. المسألة يعني مو عملية صعبة يا اخي بالضبط. يعني هاليوم لعبت الثلاثة ثاني يوم تلعب الثلاثة انتهت يعني حتى وتلعب 6 لعبات ما معقول الستة ومحافظات كلها ببغداد. فأنا من أزرع العملية اللي حتى الاتحاد يرتاح وإحنا نرتاح وحتى اللاعبين يتفرغون المنتخب عملية سهلة. طيب اليوم ما راح نقدر نعرف إنه المدرب المستقبلي لفريق الزوراء، وأني أعطيك مطلق الحرية إنه تقوله أو ما تقوله. أنا اقتنعت إنه أنت موجود اسم ببالك، بس يعني القرار مو لك انت، قرار جماعي للهيئه الاداريه. لا ثق، انا اتكلم باسم جميع اعضاء الاداره، لحد الان ما مسمين مدرب. اي هو كابتن فلاح، يعني احكي لك اياه باسم كابتن فلاح، قال ما حد يفتح موضوع، روح توكلوا على الله، لعبوا لعبه الاربيل، من يرجعون ان شاء الله نفت. اما مساله فلان مدرب اكرم، وما هذا يقول حكيم، وهذا يقول فلان مدرب، وهذا يقول اجنبي، وهذا يقول فجر، وهذا يقول عماد عوده، وهذا يقول علي هادي، كلها اقاويل لا اكثر ولا اقل، مجرد كلام. خلي يسمعون، خلي واحد يطلع من المدربين يقول لك اداره الزوراء فاتحتنا بشكل رسمي، خلي يعلن، خلي يعلن. خلي نروح لموضوع مهم جدا، وهو موضوع المشاركه الاسيويه. ابو ازاد، انت كرياضي كعضو هيئة إدارية لنادي كبير بحجم نادي الزوراء، مقتنع بمجموعة اللاعبين الموجودين عندك إنه هم ذولا ممكن يمثلون الزوراء في هذه البطولة؟ بطولة محترفين هاي. هاي مو كأس الاتحاد. أنا بالنسبة لي كعضو إدارية مقتنع 100%. أها. أنا لازم أخلي الثقة، إذا أنا ما لا الثقة هاي هذا لا كلام آخر. مهما يكون أنت يعني تتكلم في مكان حساس. لازم تكون الصوره طيبه، يعني اذا انت ما عندك ثقه باللاعبين ماكو داعي يعني تشارك، صحيح لا؟ بالعكس اللاعبين هسه لو اجيب لك اياه بالتسلسل، جلال حسن حارس مرمى منتخب وطني وكابتن منتخب الوطني، يعني خليل سامان لاعب منتخب وطني سابقا، عباس لاعب منتخب وطني سابقا، مصطفى محمد لاعب منتخب وطني اولمبي سابقا، حسين الجويد لاعب منتخب وطني، احمد فاضل لاعب منتخب، صفاء هادي لاعب منتخب وطني، مهند كان لاعب منتخب وطني، على عباس لاعب منتخب وطني، احمد جلال لاعب منتخب اولمبي واستدعى منتخب وطني. اذا اللاعبين الموجودين اكثرهم لاعبين بحدود 12 لاعب لاعب منتخب وطني يعني، وعندك محترفين عمر منصوري، يعني اذا فريقنا يعني بامل. ما يعني لازم عندي يعني عندي ثقه بالفريق مالي، لا ما عندي فريق يعني مالي. ما تحتاجون لاعبين من برا حاليا، ما انت بعد النظام من سد ما تقدر لا لازم بعيدا عن نظام السد وفشي، هذا نحكي عن موضوع انه هل انه ذولي راح يقدرون يحققون فشي للزوراء؟ نعم لازم يصير عندنا ثقه وعندنا امل، كل واحد كل فريق محب للنادي لازم يصير عنده ثقه مهما يكون حتى، ولازم يصير عنده ثقه يعني بالفريق، يعني مثل ما يجي كبو الديوانيه يقول لك العب قدام الزوراء واطلع بنتيجه، يعني عنده ثقه، لو ما عنده ثقه فريقه كان ما يقول لك انتم خسرانين كيت النتائج، لازم يصير عندنا ثقه. وانا يعني صار عندي خبره بالتحدي الاسيوي من شاركنا، يعني لعبنا خلينا نقول بالنهاية التسعينات مع الريان القطري مع الوحدة الإماراتي، طبعا هذول الفرق الخليج كانوا معروفين وغلبناهم، العربي الكويتي غلبناهم داخل الكويت، ما علم المجموعة اللاعبين هم كلهم لاعبين عراقيين، اللاعب العراقي يعني أفضل لاعب بالمنطقة العربية كلها يعني، بس شنو؟ قلت لك قلة الثقافة الرياضية هذا مشكلة أنا يعني من أقول قلة الثقافة الرياضية مو داخلها، لا يعني السهر عنده بالدرجه الاولى وهذا عمليه خطا، اللاعب اذا ما ينام من وقت ما يقوم صباحا يتريق هذا عمليه كلش خطا، هم لو يسالون يعني ماكو يسالون هسه حسين علي موجود لاعب محترف في قطر
كان يسر وكذا وكذا، ولاعب موهوب احنا قد استفاد هسه. عندنا لو اي صلاح من كان اللاعب ينام ويا نجم جوان نجم شوان او حيدر احمد كان يقول لك هذا وي يطفي التلفزيون يعني، بس بعدين تعودوا عرفوا مصلحتهم قالوا والله تعلمنا من لواي ساعة ب 12 يغلق التليفون، وهي عملية إيجابية تعود يعني ماكو. نتمنى يعني فد مثل حيدر عبد الأمير تعلمون من عنده، من لواي تعلمون من اللاعبين الكبار جلال وغيره، بس اللاعبين الكبار من تقوم هسه بالفريق تلقي بس اللاعبين الكبار على قاطع جلال حسن أحمد فاضل كذا، هم قايمين من الصبح يتريقون، وهاي دول صار عندهم تعود، دول المفروض الجيل الجديد هم يتعلمون. هذا شنو يجي؟ يجي عن طريق المدرب يعني بصراحة، يجي عن الكادر الإداري يعني عن صيغة مع من هو من بالفئات العمرية بالضبط. احنا ما عندنا هاي معناته صحيح. طيب اكو يعني مسألة مهمة، انا اتذكر قبل اذا اي نادي عنده مشاركة خارجية بطولة الاندية العربية كنا نشارك بها هواية، حتى بطولة دوري ابطال اسيا للأندية. اي نادي عراقي يصير عنده مشاركة كل الأندية تحاول تساعده، يعني محتاج لاعب ممكن تاخذ من اي نادي. الظرف اختلف. شلون الظرف اختلف؟ ليش اختلف؟ النظام لا، النظام اكو نظام سيستم تي ام اس، هذا النظام عالمي مراقب من الاتحاد الدولي يعني. انا هسه مسؤول النظام تي ام اس مال نادي الزوراء. 28 غلط، ما تقدر تضيف لاعب، مستحيل تضيف لاعب. لا قبل لا تغلق مو انت هسه انا اريد لاعب بالنفط. اي طوني حاره. اي اللاعب بعد ما يلعب النفط موسم لازم يلعب عليه، ما يصير يلعب فريقين بان واحد. اها ممنوع، هذا ممنوع. فابو النفط هو محتاج اللاعب، هو يعطيك عاره يعطيك عاره بالبطوله بس تلعب، بس لما المفروض يتفرغ لك الموسم كامل. اها ما يصير بعد بالدوري يلعب. لا هسه النظام اختلف، ما قلت لك مع مرور الايام ناس اكو يعني تطور غير شكل يعني، تفتهم شلون؟ يعني هذا موضوع مهم يسألون عليه الناس هواية. اي لا لا ممنوع منع بات يعني. هسه مثلا اجيب لك ابسط شيء، قبل طب الملعب وكذا، هسه اذا مو ماكينه يعني يحسب ايش قد مشجعين دخلوا، ممنوع بالنظام التراخيص يحاسبك. هاي ما موجود عندنا. لازم هسه راح يجيك ابو الاتحاد الاسيوي يجي يقول لك اعطيني تذكرتك، انت ايش قاعد هنا؟ هذا يحاسبك عليه. مفروض اكو واحد بالباب يقول لك انت مكانك هنا، هذا حتى ما اجى المشجع نعم كرسي مالي يبقى فارغ. اها اي هذا النظام يتحاسب عليه، انت ما تدري انت وين مكان تريد تقعد، بس هو شنو راح يعاقبك، انت ما عندك علم بهذا الموضوع، بس راح تتعاقب. هسه من تروح تدخل كل مناطق داله مال المؤتمر الصحفي مال الاعلاميين مال كذا مال الفريق من ينزل، كل اماكن خاصه لازم انت ترتب. صحيح. ترتب شلون يدخل الفريق عن ما يطلع برا، وممنوع اي واحد اي شخص كان ادى هو المشرف المباراه يريده وياه داخل الملعب، ممنوع اي واحد يكون داخل الملعب. احنا نعم. هسه من هو دب يدخل. طيب ابو ازاد احنا خلص وقت البرنامج، خل اسالك بسؤال اخير قبل سفرتكم لطهران ان شاء الله موفقين يا رب بيها، شلون تشوف الفريق؟ كلمات اطمن الجمهور بيها. والله المباراه صعبه خصوصا اول مباراه، دائما والطرفين صعبه مو بس بالزوراء يعني. احنا شفنا شريط المباراه واعتقد الكادر التدريبي ان كان موجود انه ان كان سوفيتي راح يقرا المباراه بصراحه. انا يعني وجهه نظري غير يعني، اعتقد متساوي فرق كلها متساوي يعني، كان زوراء وان كان الوصل الاماراتي وان كان ذوبان، عدا فريق نصر السعودي فريق يعني بي لاعبين محترفين على مستوى عالي، واحد من اللاعبين اللي عقده بحدود 11 مليون دولار صحيح، بمستوى جدا عالي. فريق السعودي هو يمكن الافضل، اما البقاء الفرق متساوي يعني. شلون تشوف حظوظ فريقك؟ والله عندنا امل، عندنا امل يعني اذا بس مجرد عندكم امل؟ لا 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 مو امل بالمشاركه، لا عندنا امل نقدم يعني ندافع عن سمعه، اول مره سمعه نادي الزوراء وسمعه العراق وسمعتهم اللاعبين يعني، اللاعبين هم يريد يقدمون نفسهم لهذا، حققون فد شيء، حققون فد نتيجه، اما تبقى توفيق من رب العالمين. بالعكس احنا احنا ما علينا ضغوطات، تعرف هسه كلها يقولون الفريق السهله والنادي الزوراء، وهذا اعتقدها راح يكون عامل ايجابي انه ان شاء الله ما راح يكون عليكم ضغوط. بالضبط. كلمة أخيرة توجهها لجمهور فريق الزوراء، ينتظر منك هاي الكلمة. والله أنا يعني أنا واحد من جمهور الزوراء يعني قبل ما أدخل بالإدارة كنت محب لنادي الزوراء، حتى أكون صادق وياك يعني بهذا المسألة، وأعرف مشاعرهم وشون يفكرون
بس اتمنى ان شاء الله يكون سند بالسراء والضراء مع الفريق. يعني مو كل دائما افراح، وقت الشده تبين معدن المشجع. نتمنى ان شاء الله بدون غلط، بدون اساءه للطرف الاخر، ثق نحقق نتائج وعندنا ثقه بهؤلاء اللاعبين الابطال. بالتوفيق ان شاء الله يا رب. ان شاء الله الكل وياكم، وانا متاكد انه راح تفرحون هذا الجمهور ان شاء الله. شكرا جزيلا لك ابو زاد. اذا احبتي المشاهدين، لم يبقى لدي الا ان اشكركم على حسن المتابعه والاصغاء. انتظرونا في حلقه جديده ان شاء الله السبت القادم. حتى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.